النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. من هو المليء؟ هو القادر على السداد بقوله وبماله وببدنه، بقوله ألا يكون كاذبا، لأن الكاذب سيماطل. نفس العبارة السابقة، لكن هذه عبارة أن يكون قادرا على السداد بقوله وبماله، يعني يكون لديه مال ما يكون معسرا، وببدنه يعني تستطيع أن تحضره للمحكمة. فإذا أحلت على شخص قد يكون أميرا لا تستطيع أن تحضره للمحكمة، هنا لا تصح الحوالة، أو لا يلزم المحال بقبول هذه الحوالة لأن بها ضرر عليه.